بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا بكم يا جماعة في قناة عالم الزراعة، معاكم مهندس أحمد السعيد. موضوعنا النهاردة يا جماعة هنتكلم عن صدأ القمح. عندنا ثلاث أنواع من الأصداء المختلفة اللي بتصيب نبات القمح، هنتعرف عليهم مع بعض يا جماعة، ونتعرف على الأعراض، أعراض كل مرض منهم على نبات القمح، وكمان هنتكلم عن طريقة المكافحة والعلاج. رقم واحد اللي هو صدأ الأوراق أو الصدأ البني أو البرتقالي، رقم اتنين الصدأ الأصفر أو الصدأ المخطط، رقم تلاتة وهو الصدأ الأسود أو صدأ الساق. والامراض دي يا جماعه بتاثر على نبات القمح بشكل كبير جدا، كمان بتاثر على كميه المحصول بشكل كبير جدا، وده بيرجع على حسب شده الاصابه على النبات ومدى حساسيه الصنف المزروع للاصداء دي. رقم واحد معانا يا جماعه صدأ الاوراق، والفطر هنا يا جماعه بيصيب اوراق نبات القمح، ويبقى شكله على الاوراق زي ما احنا شايفين كده في الصوره، عباره عن بروزات دائريه غير متصله ببعضها البعض، ومع اشتداد الاصابه بالفطر ده يا جماعه او بالمرض ده، الورق بيبدا ينشف ويموت، وبالتالي تضمر الحبايه وتنكمش، والمرض ده يا جماعه بيقلل من نسبه الانتاج بنسبه قد تصل الى من 20 الى 25%، وبينتشر المرض ده يا جماعه في درجه حراره من 15 الى 20 درجة مئوية ونسبة رطوبة عالية. فنخلي بالنا يا جماعة من الاصابة بالفطر ده، من اخطر الامراض اللي بتصيب نبات القمح. رقم اتنين الصدأ الاصفر او الصدأ المخطط، وده من اخطر انواع الاصداء اللي بتصيب نبات القمح يا جماعة، ويصيب جميع اجزاء النبات، يصيب السيقان، يصيب الاوراق، يصيب السنابل، يؤثر على جميع اجزاء السيقان يا جماعة. والمرض ده يا جماعة بيبدأ ينتشر برضو في درجات الحرارة المنخفضة والرطوبة النسبية العالية، ويبدأ انتشار او بيبدأ يظهر المرض ده على النبات يا جماعة من بداية، في مرحلة مبكرة، من بداية شهر واحد. فنركز يا جماعة في الفترة دي، ونحاول انت قبل ما تدخل في الفترة دي تكون راشش حاجة للوقاية من الصدأ الأصفر أو الصدأ المخطط، لان النوع ده من الاصداء ممكن يدمر لك المحصول بشكل كامل، وهو الصدأ المخطط او الصدأ الاصفر على نبات القمح. ولما بتيجي بتلاقي العرض على نبات يا جماعه زي ما احنا شايفين كده في الصوره، عباره عن بروزات متصله في خطوط، في شكل خطوط على اوراق نبات القمح، ولما بتبقى تمسك الخطوط دي او البروزات دي يا جماعه، تحط صبعك عليها، بتظهر لون اصفر على الورقه، او بتعلم علامات صفراء على الورقه. ده يا جماعه الصدأ الاصفر او الصدأ المخطط على نبات القمح زي ما احنا شايفينه كده في الصورة. رقم ثلاثة معانا يا جماعة وهو الصدأ الاسود او صدأ الساق، والنوع ده من الاصداء يا جماعة بيصيب جميع اجزاء النبات برضو، بيصيب الاوراق ويصيب السقان ويصيب السنابل، والاصابة واصابة النبات بهذا النوع من الصدأ يا جماعة يؤدي الى رقاد القمح، وبيبدأ ينشط الفطر ده يا جماعة او المرض ده مع بداية ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة النسبية العالية. نيجي بقى يا جماعة للمكافحة والوقاية. رقم واحد انك انت تختار اصناف مقاومة للاصداء دي، اتكلمنا قبل كده يا جماعه عن اصناف القمح المقاومه للاصداء الثلاثه، وذكرناها في حلقه سابقه. رقم اتنين انك انت هتستخدم بعض المركبات الكيميائيه اللي انت هترشها، او بعض المولات اللي انت هترشها على النبات عشان تقاوم او تكافح الامراض دي. رقم واحد من المركبات دي يا جماعه ممكن تستخدم ازوكسستروبين رش على القمح، ممكن تستخدم فوستيل الومنيوم، ممكن تستخدم المركبات النحاسيه لمكافحه اصداء القمح. ده كان موضوعنا النهارده يا جماعه عن الاصداء الثلاثة اللي بتصيب نبات القمح. اتمنى ان اكون قدمت لكم معلومة مفيدة، واتمنى انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. شكرا لحضراتكم، تحياتي.